السامين اسمه معلي زين بسم الوالد سبيري الأنوار أونلر بنيو أتي السمبان فعليه فليتفضل مشكورا به نستعين ثم حمدا لمولانا صلاة على أحمد آل صحب ومن تلا المقدمة الحمد للرحمن والرحيم ما صلاة للأسراف الأنام فهذه أنديمة البيان مكتوبة من أستاذ الديوان فانفع بها ربي ما الرضوان لله ذي القهر والإهوان وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلا استمر بسم الله الرحمن الرحيم بدنت سالم منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا ديارا أبدا وكل مطمر له بنا يجب لبد ما جر كلبد ما نصب قبل في البؤد أو بثم فو أو هنا أو بهنا لكنتك أو هنا استمر وعرف بدا إشارة بألور بنة أو بيانا أو بدل موصول المبتدا اسم رفعه مؤبد عن كل لفظ عامد مجرد استمر ورفع مبتدا بالابتداء قد كرب خبر بالمبتدا وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سكوته ظهر استمر إسمي في لقلب جزء ابتداء نرى أخول علمت وجد ظن أسفت وزمت ما أتى جدار وجعل لي قطق وهبت علم وقد تسير أيضا بيمسي متدا والخبر اقرأ البيت الأخير من مجريد الثاني بسم الله الرحمن الرحيم التابع مقصود بالحكم بلا وسيطة هو المسمى بدلا أمال إن نجعل للا في الناكرة مفردة جاءتك أو مكررة المفهوم بسم الله الرحمن الرحيم كان مربك متدى جدي سنيا من سكون خبر syarat asmaul khamsah harus mudhaf pada selain ya mutakallim dan harus mufrad udkurul bait bismillahirrahmanirrahim basartul dal irabi ayyudabna laliya kaja'ahu abika datila nun jama'u dakar salim berharkat fathah sedangkan nun isim tasniyah berharkat kasra udkurul bait bismillahirrahmanirrahim banona maju'im wa mabihi tahafam tawakulna mambikasrihinna tawanona masunniya wa mulakibih بِأَكْسِ ذَلِكَ اسْتَمَلُوا فَانْتَبِهِ اسم مكسور adalah بسم الله الرحمن الرحيم اسم مكسور huruf akhirnya berupa alif berupa nasab dengan harakat mudhara perkiraan اذكروا البيت بسم الله الرحمن الرحيم الأول الإيراب في قدر جميعه الذي كسر اسم نكرة adalah بسم الله الرحمن الرحيم اسم نكرة اسم yang bermakna umum tidak tertentu اذكر البيت بسم الله الرحمن الرحيم نكرة تقابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر بالتي ولا التي قد جمع واللائي كالذين نذرا وقعا استمر بسم الله الرحمن الرحيم بالتي ولا التي قد جمع واللائي كالذين نذرا وقعا ومن وما وأرت ساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طئي يسهر وكلها يزم بدا وسيلا على ضمير لائك مستثملا والخبر الجزء المتم الفائدة قواه بر والأياد شاهدا استمر مد والخبر الجزء المتم الفائدة قواه بر والأياد شاهدا استمر ومفردا يأتي ويأتي جملة هاوية معنى الذي سكت لا وأخبر بضربنا بأرب جناوينا معنى كائن أو استقر
والأسلوب الأمني مولانا صلاة لأحمد وآل وصحب ثم تابع على الولا إلهي تقبل ما ختمنا وأعطيا ثوابا له أصل الوجود محمدا الاختتام قدام قد فلان آتي الأنديما نفعاً بما في الأسل والمذاهب وبصلاة نوني والسلام على النبي وآله الكرام والحمد لله رب العالمين آمين 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 يا رب العالمين فيا ربي وفقني بتقواك يا الله فيا ربي ارحمني بحسن الخاتمة نستمر إلى مسئل التالي و وأخيرا مني فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.